على صعيد آخر، انهزم فريق أهلي برج بارليج ضد نادي ترجي الرياضية نسيف لقاء ودي تحضيري أقيم سهرة السبت بالمركب الرياضي عين الدراهم، وهذا بنتيجة ثنائية نظيفة من توقيع الجزائري يوسف بالليلي وأسامة الدراجي، هذا وعرفت المواجهة مستوى مقبول من الجانبين. الزميل كمال مهوي كان حاضرا وعد بالتالي. والله فريق ممتاز، فريق الجزائري معناتها خول لنا المباراة ضده باش نحضر مباراة كربية الأبطال. عملنا يعني كما نقولوا أبليكاسيون مليحة معاهم، ونتمنى لهم معناتها التوفيق في البطولة الجزائرية إن شاء الله. كان مباراة طيبة يعني الفريقين الاثنين، كان الفريق ممتاز يعني لعبنا ضده، كو احنا نلعبوا باش نحضروا الماتش بتاعنا. الحمد لله كانت مباراة في روح رياضية. مباريات تحضيرية هذوما تاع الفرق، نحن نحضروا في مباراة الأسبوع الجاي. الاخرين معناتها يحضروا في الموسم نتاعهم. يظهر لي وصلنا الاهداف نتاعنا على المدى لي دو ماتش، دونك اون بون بريباراسيون بالنسبه لنا. ان شاء الله غدوه نترمين الاستاج تاعنا تاع عندنا بور ريبري بور الماتش نتاع الشامبيونز ليغ. اي بون، لعبنا اليوم مع ايكيب بون سي لي ميور ايكيب اون افريك. الحمد لله جينا نقيسوا الفيزيك تاعنا والنيفو تاعنا، الحمد لله درنا ماتش بيان، مازلنا خدمه ان شاء الله. انا قدمنا مستوى مليح مع فريق ترجي اللي يلعب رابط ابطال افريقيا، وين شفنا بلي في هاد لا سيمين سافا بروغريسينا بارابول لي ماتش اللي لعبناهم كونت جي اس كاو كونتر شاب مديه بجايه، وظلنا مجهزين البطوله ولا شويه مازال شويه اللي شويه خدمه ما. اذا قلنا شويه خدمه مازال شويه مازال 16 يعني ما كماش عندنا حتى الخميس ان شاء الله. رانا في فتره تحضيريه ولعبنا ضد فريق يعني حاضر كبير كثير بدنيا علينا، والحمد لله استعملنا زوج طرق في اللعب، والحمد لله بور نو اوني ساتيسفي على لو روندمون دي جوار. مازلنا ناقصين بزاف فيزيكمون، مي اون فا ترافاي.